هلو يوتيوب بيبل، كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي مزيان. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، ونكون ما غبرتش عليكم بزاف. هذا غادي يكون اول فيديو ليا، فيديو ديال العوده بعد مده طويله، باش ما حطيتش لظروف خاصه وخلتني انني نبعد. فرجعت بهذا الفيديو هذا لشي شويه نبدل، وكيف ما ديما كنحاول انني نعطيكم افكار باش ترتاحوا، باش انتم ديروا واحد الكليسه اللي ترتاح ليها الخطر، وتحاولوا انكم تكونسوميو باقل زعما اثمنه، وما تضيعوش بزاف الفلوس، حيتاش ما بقاش في كثره الاشياء والاثاث، وانما بطريقه التفكير وبشنو عندي انا واجد. فهمتوني؟ فكيف ما كنحاول انه دائما نجي لكم بالجديد، او لا غير نعطيكم واحد ديزاين جديد. سينو انتم كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. تقولوا لي كيفاش دخلتكم هذا العام ديال 2024؟ انا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. ما تنساوش انتم تقولوا لي اخر ما كاين عندكم في الكومنتات، باش هكا نكونوا عائله واحده، و نكونوا هكا بيناتنا ونبابوتاو بيناتنا وصافي. ففي هذا الفيديو هذا كيف ما ديما غادي نحاولوا انه نحولوا واحد الجليسه اللي عندنا، اولا ديجا زعما درنا شي محاوله غير ما كملناش زعما هكا، حيتاش الافكار ما كاينينش، اولا عندكم شي بلاصه خاويه كيف ما ديما كنقولها لكم، ماشي ضروره انها تكون سطح ولا هكا بالكونه، وانما غير واحد الجليسه هكا الله يجعل تكون غير في السيجور ديالكم، وديروا واحد الجليسه علاش لا، باش هكا بقى يفطر فيها بنادم ولا المهم انتم ادرى عليا. وماشي ضروره كيف ما قلت لكم انكم تضيعوا فلوسكم على شي نباتات اللي كيكونوا كيعيشوا غير في واحد الموسم. حاولوا انكم تختاروا شي حوايج اللي كيعيشوا على طول العام. انا ما ديوهاش على الفيديوهات اللي كندير لكم ديما، حيتاش انا كنختار شنو انا صالح ليا وشنو انا متاح ليا، ولكن نتوما حاولوا انكم ديروا واحد ما كشوفه على النباتات اللي كيكونوا في البيبينيير، وغادي تختاروا نتوما اللي باينه لكم بانها مزيانه لهذيك البلاصه عندكم، حيت هذيك البلاصه تحاولوا انكم ديروها باش تبقى تفطروا بها. يجي عندكم هكا شي امي تبغوا انكم تبدلوا البلاصه، ماشي بالضروره انكم تخرجوا لشي بلاصه هكا ولا شي جرده، وانما حاولوا انكم جرده تدخلوها لداركم، حاولوا انكم ديروا الدار ديالكم هي العالم ديالكم نتوما. وان شاء الله نبغي انا نقول لكم بان هاد 2024 غادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله مبدلين. لو تيم كنبدلوه، هذه فقط البدايه. حاولت انني غير نفكركم بواحد الفيديو، ما تكونوش نسيتوني. كيوصلوني التعاليق ديالكم كنفرح بزاف، كنفرح بزاف انه زعما كان عندي المشاهد اللي كيرتاح لساتش ذيس كايند اوف فيديوز، ونتمنى انه يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش انكم تخليوا لي تعليق كيف ما ديما، تعليق زوينين بحالكم، واذا كنتي مشترك جديد علاش لا، فعل الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. وكيف ديما وي لافز يو، نتلاقاو في الاخير.
هي احنا عندنا خليتكم مع الفيديو، خليتكم تكونسونطراو. اذا كنتو بغيتو تاخدو شي افكار هكا، ها ما تنساوش اذا كانت عندكم شي افكار ولا شي حاجة تبغوني انني نجربها ولا نديرها، ما تنساوش انكم تقولوها، فراه ما غادي نديها على الرأي ديالكم، الانتقادات ديالكم لما لا تكون غير انتقادات بناءة. فهنايا كيف ما كتشوفوا نهاية الفيديو، كنشوفها حاجة بسيطة، ربما كاين البعض غادي يعجبو، كاين البعض غادي يعجبو. ثقة في النفس. شكرا لكم، شكرا على تتبع لكم الفيديو ديالنا، شكرا حيتاش كتنساوناش بالأفكار ديالكم، ولنا عودة إن شاء الله في فيديو آخر.